هذا الفيديو غنديروا فيه طريقه عمل موزل عرق منزليا بالشبه والجليسيرين. كما كتعرفوا حنا مقبلين على فصل الصيف وكيوصلوني ميساجات في الكومونتيرات بزاف بشان شي وصفه مزيله للعرق طبيعي. بالنسبه للمسابقه اللي درنا بها كاين فائز، كاين محظوظ، مبروك عليك اولا. بقاو معنا لاخر الفيديو باش تعرفوا اسم الفائز، ونيت غتكون مسابقه اخرى ان شاء الله في هذا الفيديو. طريقه الاستعمال هي جد سهله وبسيطه. اولا خلط او خليطي ملعقه من الشبه، غنضيفوا ليهم ملعقه من ماء ورد وملعقه من زيت الجليسيرين، غنضيفو ليهم 5 قطرات من المسك سائل. فوائد الكريم انه كيزيل رائحه العرق بشكل كبير، وفي نفس الوقت لا يعمل على غلق المسام كمزيله العرق الصناعيه، كيمنح الجلد واحد الترطيب العالي، وفي نفس الوقت كيفتح لون البشره. وصفه غير مكلفه، يعني رخيصه باقل من 10 دراهم، وفي نفس الوقت هي امنه 100% عكس مزيله العرق الصناعيه اللي كتسبب في سرطان الى اخره. من فوائد هذا الكريم انه كيبيض الابطين وكذلك المناطق الحساسه. بالنسبه للفائز هو ايمن جيمينغ، مبروك عليك اخ ايمن. في جائزه عباره على شامبو طبيعي بالثوم وكذلك سيروم لمنع تساقط الشعر نهائيا. مبروك، تواصل معنا في الرقم 06-79-82-73 باش تسلم الجائزه ديالك وتقدر تغير ان شاء الله الجائزه. اخوان المسابقه مازالت مستمره في هذا الفيديو، نيت اكثر واحد كومونطا في هذا الفيديو غيربح معنا جائزه قيمه ديالها ما يساوي 200 درهم فيما كان في المغرب غيوصلوا. شكرا على التتبع ديالكم، اللي باقي ما دايرش الاشتراك يدير الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلكم الفيديو.